أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أشكل علي قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وكيف الجمع بينه وبين تشريف آدم بالخلق بأنه خلق بيدي الرحمن؟ نعم، آدم خلق باليدين، ما خلق بالأيدي، خلق بيدين، يدي الله عز وجل: لما خلقت بيدي. أما ما خلقت أيدينا فهذا قالوا إذا جاء الضمير يعني بصيغة الجمع فهو إما للمعظم نفسه، وإما للذي يعمل الشيء ومعه أعوان، كالملك معه جنوده وأعوانه، الملك يقول بنينا المدينة الفلانية أو عملنا كذا وكذا، يعني عمله بأعوانه وجنوده. والله أعلم بما عملت أيدينا، أي أيدي الملائكة، أيدي الملائكة الذين يأمرهم الله سبحانه وتعالى بتدبير الكائنات وإنبات النباتات وغير ذلك. نعم.